ينضم إلينا الآن من لندن الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. أهلا بك دكتور معنا في هذه التغطية. قبل أيام معدودة من تقديمه بيان موازنة وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت يتطلع إلى تقليص التوقعات بشأن التخفيضات الضريبية، كيف تقرأ ذلك؟ مساء الفل، وكل سنة وانت طيبة والشعب المصري طيب إن شاء الله. وحضرتك أولا بخير. إنجلترا عندها مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة القرارات السياسية اللي تم اتخاذها، وده مأثر على الميزانية بشكل كبير. العوامل دي اللي هي اللي أثرت على تخفيض الميزانية وعدم النمو، في نقص في النمو في أو بطء في النمو الاقتصاد الإنجليزي، وده نتيجة اللي هي القرارات، أولا دخول الحرب غير مباشرة مع روسيا، نمرة اثنين الخروج البريكزيت، الخروج من أوروبا، ثلاثة تمام النهاردة زاد المشكلة أكتر إن هي المساعدات اللي رايحة لإسرائيل بطريق غير مباشر من إنجلترا. أولا المرة الأخيرة اللي هو ارتفاع سعر الفايدة بشكل غير طبيعي. والنهاردة في الأسعار مرتفعة، أسعار الشراء مرتفعة في السوق الإنجليزي نتيجة أن البضاعة غير متواجدة فيها، وهم النهاردة إنجلترا بتصدر على الميزان بتاعها، التصدير بتاعها عالي بدرجة كبيرة، وده نتيجة إيه؟ اللي هي المعدات الحربية اللي بتروح لأوكرانيا. إنما في الحقيقة الإيراد بتاعها منخفض بنسبة يمكن 30%. كمان في مشكلة كبيرة في إنجلترا، إنجلترا كانت بتعتمد سنويا على دخول فلوس جديدة للاستثمار، تقريبا السوق الإنجليزي كان بيجلب تقريبا سنويا فوق 300 مليار سنوي فلوس جديدة داخلة في الاستثمار. من الخروج في البريكزيت والحرب الغير مباشرة مع روسيا، ده النهاردة النسبة دي قلت يمكن بنسبة 60-70% موجودة. فالنهاردة ما عندوش فرصة للاستثمار الجديد، بعض المصانع النهاردة الانتاج بتاعها انخفض نتيجة برضو القوة الشرائية اللي موجودة في السوق الانجليزي بدأت تنخفض، لان الانجليز النهاردة بدأوا يدوروا على شراء الحاجات الاساسية او الحاجات اللي موجودة. القرارات السياسية هي اللي أثرت على الوضع الاقتصادي في إنجلترا. فالنهاردة لأول مرة في تاريخ أوروبا وتاريخ إنجلترا تمام، بعض السياسيين في إنجلترا وهو يمكن بوريس جونسون استخدموا الاقتصاد لخدمة السياسة وخدمة مصالحه هو تمام، ومش فرعي وتطلعاته ان هو يبقى بطل كبير في السوق الاوروبي او السوق الانجليزي او في العالم. فدي قرارات غير طبيعيه موجوده، فدي مسببه مشكله كبيره في الوضع الاقتصادي الانجليزي. ارى من حديثك دكتور ان معظم الضغوط الاقتصاديه ناتجه عن تراكمات الحكومات السابقه وكذلك الحرب في اوكرانيا. طبعا 100% دي السبب اللي موجود فيها. النهاردة عندك انت نقص في حاجات كتيرة، في نقص في الأدوية موجودة في السوق الإنجليزي، في نقص في بعض المواد الأغذية اللي هي كانت لأن إنجلترا دولة صناعية مش دولة بتنتج أو دولة زراعية بتنتج، فهي معظم الأكل بتاعها مستورد فيها. وبعدين الدولة الصناعية معتمدة على الطاقة، أسعار الطاقة برضو ما زالت مرتفعة فيها في السوق الأوروبي، فده مأثر على الوضع الاقتصادي، وعشان كده في خمول اقتصادي خطير في السوق الإنجليزي. الفايدة ما ينفعش يبقى فايدة عالية وفي خمول اقتصادي، الاثنين بيشتغلوا ضد بعض تمام. فالنهاردة لازم ويحتم على البنك المركزي الإنجليزي لازم يخفض سعر الفايدة. كمان سعر الفايدة مؤثر تأثيرات كبيرة على المرتبات، لأن كل تقريبا 90% أو 93% من الشعب الإنجليزي بيمتلكوا العقارات بتاعتهم، بيوتهم، وبيوتهم معتمدة على
القروض. القروض النهاردة مرتفعة بنسبة عالية، القرض بتاعهم ارتفع سنويا بنسبة يمكن 15 أو 17%. فالمرتب وارتفاع أسعار وارتفاع القروض، وهنا أسألك دكتور، التخفيضات الضريبية التي يوجد أمال كبيرة عليها في بريطانيا أن تحدث تبدو بعيدة؟ لا، هو لازم يعمل تخفيضات ضريبية لحاجتين، لحاجة مهمة أساسية. هو النهاردة الحزب الكونسيرتيف أو الحزب المحافظين عنده مشاكل كبيرة في السوق الإنجليزي. المشاكل بتاعته جاية نتيجة السوق، السياسة الاقتصادية اللي موجودة. فهو النهاردة عنده انتخابات جاية، تقريبا جاية في شهر، يمكن بعد قبل نوفمبر، قبل الانتخابات الأمريكية. صحيح. أو بعد الانتخابات الأمريكية. فهو النهاردة لازم يغري الناس. هو بيغريهم إيه؟ إن هو يقطع يدي تخفيضات ضريبية للناس اللي موجودة. التخفيضات الضريبية دي مع انها هي مطلوبة ضرورية، بس انا في رأيي التخفيض السعر الفايدة هو يمكن من اهم العوامل اكتر من التخفيض الضريبي اللي موجود في السوق الانجليزي فيها. فالسياسيين فهم النهاردة بيعتمدوا، البنك المركزي الانجليزي عنده النهاردة اجتماعين، في اجتماع في مارس اللجنة عشان بتبص للفايدة، وفي اجتماع في مايو. ففي الاجتماعين دولت محتمل كبير ان يبقى في تقريبا 0.5% بينخفض سعر الفايدة، لان ما زال سعر الفايدة عالي في السوق الانجليزي. يعني يبدو ان هناك امل على تخفيض سعر الفائدة وليس التخفيضات الضريبية. الاثنين هيحصلوا، هو يعمل لازم يعمل تخفيض ضريبي اللي هو يشجع الناس. إذن لماذا وزير الخزانة حذر بشأن التخفيضات الضريبية تحديدا ويدعو لتقليص التوقعات في هذا الشأن؟ ما هو النهاردة عشان هو النهاردة تقريبا الناس هي اللي بتدفع ثمن المشاكل اللي هو السياسية والأخطاء السياسية اللي بيعملوها عن طريق الوضع الضريبي والوضع الاقتصادي في السوق. هو النهاردة عشان يعمل تخفيض ضريبي محتاج يمول الخزنة بالفلوس اللي هيديها للضرائب. فالنهاردة بيبقى يمكن عنده فرصة أحسن إن هو يخفض سعر سعر الفائدة في السوق الإنجليزي عن تخفيض الضريبة. ولكن يمكن دكتور مع دخول بريطانيا حالة من الركود تظل هناك أسئلة حول ما إذا كان هناك ما يسمى بالمساحة المالية الكافية في خزائن وزارة الخزانة لاتخاذ مثل هذه الخطوة. هو طبعا بلا شك بريطانيا من الدول الغنية، وهم يمكن من أكبر 5 اقتصاديات في العالم. والخزينة البريطانية عندها فوق حوالي من 800 مليار موجود في الخزينة، بس دي موجودة لحاجات تانية مهمة، تمام، ولمساندة الاقتصاد الإنجليزي ولقوة الاقتصاد الإنجليزي. ولا يقدر هو ما يقدرش يستخدم الفلوس اللي موجودة في الخزنة دي، تمام، زي ما يكون احتياطي بالضبط للقوة بتاع الاقتصادية للسوق الإنجليزي. فهو بيعتمد تقريبا على النمو الاقتصادي في السوق. كمان في حاجة أساسية مهمة، الفلوس الجديدة اللي كانت بتخش إنجلترا اللي هي في حوالي ما يعادل 300 مليار سنويا استثمارية، الفلوس دي قلت النهاردة بنسب كبيرة. قلت ليه؟ نمرة واحد، تمام، ان الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاد الروسي كان في نمو خطير، والرجال الأعمال الروسيين بدأت السيولة تزداد معاهم، فكانوا بيستخدموا السيولة في الأسواق الأوروبية للسيطرة على جزء من الاقتصاديات الأوروبية. النهاردة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت بعض القرارات الخاطئة السيئة اللي موجودة، وهو الاعتداء على فلوس المستثمرين الروسيين، بدأ يدي نقطة أساسية أو يدي إهام، يدي شكل للناس المستثمرين الآخرين الأجانب اللي هم من الفار إيست، من الميدل إيست، ان الفلوس بتاعتك دي ممكن تتزنق هنا او ممكن يستخدموها في سياسيا او الوضع ده.
فبدأت الناس النهاردة تحجم عن استثمار جديد أو بعت فلوس جديدة للسوق الإنجليزي. دي مشكلة من مشكلة الأساسيات. كمان الفلوس دي بدأت تتوجه لبعض الأسواق الأوروبية، لأن إنجلترا خرجت من البريكزيت، خرجت من السوق الأوروبي، وبقى السوق الأوروبي أكثر ازدهارا بالنسبة للسوق للمستثمر الأجنبي. فهو بيستخدم الأسواق الأوروبية للاستثمار أكثر ما يجي إنجلترا للاستثمار. كمان التصدير بتاع إنجلترا، التصدير الحقيقي هو زاد بالنسبة الأسلحة، إنما التصدير الحقيقي في انكماش موجود، لأن ما فيش نمو في المصانع، ما فيش نمو موجود، ما فيش استثمارات جديدة داخل المصانع دي علشان تزود الإنتاج بتاعها. وبعدين هم إنجلترا بتستورد تمام كميات كبيرة من بعض المواد الخام الأساسية اللي كانت بتجيبها من روسيا بتبدلها من حتة تانية فيها. دي بدأت أسعارها بترتفع بارتفاعات كبيرة فيها، فده التأثير الاقتصادي الكبير. والتأثير الاقتصادي وعدم النمو الاقتصادي في إنجلترا لن ينصلح حل الاقتصاديات الإنجليزية إلا بوقف الحرب الروسية. يعني يمكن كما ذكرنا منذ قليل الحرب الروسية الأوكرانية لها يعني أسباب كثيرة ونتائج كثيرة تحديدا على الاقتصاد الأوروبي ولا سيما البريطاني. كنت معنا عبر الهاتف من لندن الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، شكرا لك على هذا التحليل.